يتوجه الناخبون السويسريون يوم الاثنين المقبل 6 يونيو إلى مراكز الاقتراع، بما في ذلك المقيمين خارج البلاد والمسجلين في اللوائح الانتخابية لسنة 2016 للإدلاء بأصواتهم بشأن المبادرة الشعبية دخل أساسي غير مشروط للجميع، والتي تقدم بها مجموعة من المواطنين المستقلين والمثقفين والمفكرين. مبادرة حسنة عندها إيجابيات، لأنه تقليص الهوة بين الغني والفقير، هي إعطاء الحق لأي مواطن سويسري كان أجنبيا أو سويسريا أنه يكون عنده واحد المينيموم واحد نتاع مستوى العيش. ولكن تتبقى واحد السؤال مطروح، هو كيف يمكننا تمويل هذه الفكرة هذه. وتهدف المبادرة إلى منح كل مواطن وكل مقيم بصورة قانونية في سويسرا دخلا شهريا حدد في 2500 فرنك سويسري، أي ما يعادل 24,000 درهم للبالغين و625 فرنك سويسري، أي ما يعادل 6,000 درهم للقاصرين، من الولادة حتى الوفاة بدون قيد أو شرط، بغض النظر عما إذا كان يعمل أم لا، فقيرا أم غنيا، على اعتبار أن أغلبية سكان سويسرا سيستمرون في وظائفهم أو سيبحثون على وظائف جديدة، بالرغم من ضمان دخل شهري لهم حسب بحث استقصائي أجراه معهد ديموسكوب. كما يرى أصحاب هذه المبادرة أنها ستتيح لكل شخص فرصة اختيار الوظيفة التي تناسبه وتشجيع التكوين المهني والعمل التطوعي، فضلا على أنها ستفسح المجال للنساء لتربية أبنائهم ورعايتهم. أنا مع هذا الطرح ديال 2500 فرنك في الشهر، لأن تتبان لي يعني ماشي شي حاجة كثيرة. أي واحد هنا في سويسرا ما يقدرش يعيش ب 2500، وبالتالي أي الخوف ديال أنك غتجلس في الدار ما غتمشيش تخدم ما غاديش يبقى كاين، دونك غتمشي تخدم. وزيادة على الضغط، لأن أنا هاد الأطروحة هذه عندها بعد سوسيولوجي كبير، لأن الناس مثلا اللي خدامين ماشي كادر، خدامين ب 3000 ولا 3500 ما يقدروش يسيروا أسرة، يعني ضروري خص المراه هي تخرج تخدم، ولا خرجت المراه تخدم ضروري خص تدي الدراري تحطهم في بلاصه اخرى حتى هما غتخلص عليهم، يعني اون فان كونت غادي تجيك هي. انا مع هاد الانيشاتيف، لانه واحد ليتوديون بحالي تاخذ الامكانيه باش يقرا باش يدير شي سبور، لانه نورمالمون لي ستوديون خصهم يخدموا بزاف باش يخلصوا الفاكتورات، ولكن هاد الانيشاتيف تيخل لو طون ليبر بور لي شونس كي سون امبورطون. ولقيت المبادرة معارضة شديدة من قبل الأحزاب السياسية اليمينية واليسارية والحكومة الفيدرالية والبرلمان السويسري، إذ عبر أعضاء البرلمان عند مناقشتهم لمضامين المبادرة عن رفضهم لها ب 157 صوتا، بينما صوت لصالح المبادرة 19 عضوا وامتنع عن التصويت 16 عضوا، معللين رفضهم بأن المبادرة ستلحق أضرارا بالاقتصاد الوطني وتشكل تهديدا لنظام الضمان الاجتماعي الذي يعاني من بعض العيوب، ومن الواجب تحسينه بدل تشريع مصاريف مالية إضافية من شأنها أن تشكل عبئا على خزينة الدولة. أظن أن هذه المبادرة هي عبارة عن محاولة أو تجربة يصعب تطبيقها على أرض الواقع. شخصيا لست ضد من اقترحها، لكن أنا أتساءل كيف يمكن تمويلها. أنا لست خبير في هذا المجال، لكني عندما أسمع أو أقرأ أن تمويلها يتطلب أكثر من 200 مليار فرنك أجد أن الأمر خيالي. في سويسرا العديد من الناس يحبون العمل ومستعدون لذلك، علمني جدي ألا أقبل أي فرنك من الدولة وأن أعمل وأربي أسرتي بمجهودي الخاص، وأعتقد أن طرح هذه المبادرة للتصويت كان اقتراحا خاطئا. وكشف آخر استطلاع للرأي أنجزه معهد بير لصبر الآراء نشر يوم الأربعاء 25 مايو الماضي
أن الأغلبية الساحقة من الشعب السويسري سيصوتون ضد مقترح اعتماد دخل شهري لكل فرد من الولادة حتى الوفاة بدون قيد أو شرط، حيث أظهرت النتائج أن 71% من المشاركين في الاستطلاع قالوا إنهم سيصوتون ضد هذه المبادرة، في حين لم يؤيدها سوى 26%. وحسب الدستور السويسري يحق لأي مواطن التقدم بأي مبادرة شعبية يتم طرحها للتصويت شريطة أن يجمع 100,000 توقيع تؤيد مبادرته، ولن تكون المبادرة ملزمة إلا إذا حازت على موافقة أكثر من نصف المصوتين وأكثر من نصف عدد المقاطعات السويسرية 26. مبادرة يرى مروجيها أنها ستساهم في الحد من اتساع الهوة بين الفقراء والأغنياء وفي ضمان العيش الكريم للجميع، بينما يرى معارضيها أنها ستتسبب في إلحاق أضرار بالاقتصاد الوطني وبنظام الضمان الاجتماعي. وبين هذا وذاك تبقى للناخب السويسري يوم الاقتراع الكلمة الفيصل. لقناة مغاربة العالم، الغالي محمد رشاجدة، زوريخ.